200 عندنا 15، 15 ريال بالله، 200 جنيه يعني 15 ريال يا ولد. يعني 2000، 2000 جنيه 150 ريال صح؟ طيب الحق، حق البيبسي عندهم هنا كاي بكم جنيه؟ والله يعني خلنا نشوف تياه. هاي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك؟ عساكي طيبة. بسكي سؤال، انتو يا البنات اللي في الجاكم مسوين جروب في الواتساب؟ لا ليش انتي رابع واحدة لابسة اصفر؟ عسى ما خلاف. اما الحين والله العظيم انتو معكم جروب في الواتساب؟ معكم جروب شي؟ الحين اقوم اغير. شياطين جني نفخهم. كيف اصبحتي؟ والله بخير الحمد لله. الله يديمه، الله يديمه. ها عندك مستوى اليوم ولا كيف طريقتك؟ والله انا صاحبة المستوى كله. اها. يا جماعة تكبيس تكبيس. طيب من جولة واحدة صح؟ ايه جولة واحدة. الحكم الأول. طالع فيني هني لا أدق وجهك بذا العصا. لا أدقك أنت، المشكلة ما عندي شيء عشان أدقك. ما عندي شيء عشان أضربك فيه. الحكم الأول تقطعين السلسال داعك في رقبتك. هذا؟ أيوه. لما تجيب سكور وبعدين. أرحب يا مشاري. خلاص جيب لنا 2000 حكم انتهينا. ليه؟ هذا ب 2000، هذا ب 22000. وش اللي ب 22000؟ سلسال ما انا شتوك، انا كم قيمته؟ ان شاء الله بريال، ان شاء الله بمليون. انا طيب ما علي مين. تجيب سكور 22. الحكم الاول اقطعي. عادي تجيب سكور 20000 وبعدين. يا جماعه الدبل الدبل. والله اذا ما طلع من شيء انا ب 6 ريال. لا تحلم، لا تحلم. اقول الكذاب. انا يا ربي شبعت من الكذاب. الحين اوريك الكرت حقه عشان تصدق. يلا يلا. شنو يلا؟ ورينا الكرت حقه. يا اخي ما فيني حل اقوم ورب الكعبه اني ما فيني حل. ارحب يا موكا. الحكم الاول اشوف الخاتم. يا ود والله ما يا ود البنات طلع معاهم ذهبان. مو ذهب هذا، مو ذهب هذا، كرتير ذهب. اوكي الذهب كرتير ذهب. طيب هذا كرتير، كرتير يعني مو ذهب، مو ذهب ذهب ذهب. هذا خرتير والله بوك. يا ربي استغفر الله العظيم. طيب يا اخي ليش اذا ضحكتي تغطي وجهك؟ ايش المشكله؟ اقسم بالله كان مزاجي مو تمام، جيت وضحكت. حيك يا صوص، حيك حيك يا منيره. ارحب يا منيره. كيف يعني جيت وضحكت؟ يعني انا جيت وضحكتني، جيت وغيرت جوي. ولا ايوه خلوها التوا قصبك. ارحب يا ورد. طيب اسمعي، في اذا رحت الصيدليه قولي لها عطني شامبو جاء بعلها بعلها جاء. دحين بعلها يقول لها تبغين همبرجر ولا سندويش؟ لا ما ابغى حاجه الله يسعد. من هو؟ ها؟ من هو؟ ارفع علومه قال صديقتي. حسبتها بعلك والله. ها؟ حسبتها رجالك يعني جوزك ولا؟ ليه انا متزوجة؟ والله ما ادري عنك، ما قد نسيتك ولا ما ماني متزوجة. ها الله يرزقك، لا تحطين عينك علي، انا خلاص خطبته. خلصوا رجال الدنيا، حط عيني عليك انت. علي الطلاق، طلاق مشنقر انهن يتخابطن فوقي. خلي الكذاب حقك الفاضي. طيب انت من بياخذك؟ انت من والله ما بياخذك الا واحد انعق والدين غضب ربي عليه. منين؟
انفخوها. أسألك كم بلا تنتفح وكأن دب في إذنك؟ كويس إن صالحة رضت عليه. أول ما خطبت، أول ما أعلنت خبر خطوبتي، أيوة، كل الأدوية حقت الضغط اللي في الصيدليات حصل فيها عجز. ليه؟ شوان ارتفعت الضغوط عندهم. بالله، أقسم بالله، جاء 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 مشكلة في البلد. يعني أنت ما قد انخطبت؟ أنا الخطب خذ أمر خلجة ملاش. أنا أسألك الحين سؤال، ما قد انخطبت؟ كيف الرجال ينخبط ينخطب؟ خبط خبط الله يلعب ليش؟ أقول لك هيا أصبحي دخيل أمك. طيب سؤال من جد من جد، كم مرة انخطبت؟ والله تبغين الصدق يعني ولا تهزة؟ والله كثير. كم؟ والله ما احب اقول، اللي صرحت بها مره واحده بس، دكتوره في الجامعه. كان عينك على دكتوره في الجامعه؟ لا لا، هي يعني هي خطبتني، قالت تعال انا ادفع لك المهر ورب كعبه. وكم كان المهر حقك؟ ما قلت يا بنت حلال ما فكر بالجواز الحين. الله يستر عليك، انا ما فكر بالجواز الحين. كنت صغير يعني؟ كنت حبابه. حمامه؟ حبابة، كان وقتي عمري وقتها 30. باقي صغير الحين 31. شو قرداد يا صرت. ايوه يا سعيد، الامور طيبة؟ متعودة انها تشوف الناس شو قردادي، لان بثها ملغم اصلا، كله شقريات هنا. لا والله اللي عايشين فيهم 17 16 قاصرين يعني قاصرين. اه شايفينك امهم يا شوغر مامي. القمي. اسمع، احتويهم انا. انت بدي احتوي نفسك، احتوي صديقتك اللي في البيت. هلا يا عسيري، هلا. هلا يا عسيري، يما منك يا اخي داعم، ايش فيك؟ ايوه هلا يا عسيري، وانا ما طيب انت طفران مثلي مثلك، شحاده مثلي مش شحاده مثلي مثلك. تكلمي عن نفسك، تكلمي عن نفسك، الله يسعدك. ليش فاتح بث عشان تقرا عليهم؟ اقسم لك بالله كم لي فاتح الحين؟ انا فاتح لي تقريبا ساعه و45 دقيقه. تدرين كم الالماس؟ كم؟ والله 1700. ولا همني، انا فاتح عشان انبسط، عشان اروق. توفحت انا ما طول ترى زي اول. والله يا تاني. ليه ساعتين ساعتين ثلاث ساعات اذا مره مروق. صرت تسحب على متابعينك اللي يحبون. ما هي قصه كذا، ما عاد عندي وقت، والله ما عاد عندي، وقاعد اثث ومشغول. الله يرزقك يا رب. سمعتي ولا لا؟ تكبيس يا جماعه، تكبيس تكبيس. بعدين وخي وش تعضيني انت؟ انقلي انت دروسك. دروسي هذه اغلى من راتبك. ماني موظف عشان يصير عندي راتب. المهم ها سلامي. انت عشان تشدين دروسك ما يبغى لك تقويم، يبغى لك جنزير حق دباب. تعالى والله في الليل. شفت الدبات الصح؟ مو زي الناس النفسية، اقسم بالله ان سعيد مو نفسية يا اخي، يا حظ صالحة بس. لا تحطين عينك، شفت هذه اول واحدة. انا ما قلت. ها انتبهي. كلامك يا عيال تربل. ضربة ثلاثة يا عيال. انفخوها اعطوها على اذنها. اخو ثامر. شكلها والله لك بلبس اصفر. ارحب يا حسن. يا يوم عيد. يا نوم عيني يا اسد، يا نوم عيني والله. وافي ومجمج على رزقي المطر. والله شعب البس اصفر حتى. ارحب يا شيخ، ارحب. حي والله ذا العين يا اسد، حيك. شفيك شفيك يا سعيد. الله وافي يا اسد، الله يبيض وجهك. ماما هل انتي؟
فيك يا سعيد. نلبس اصفر حتى نحن، يمكن يمكن يجينا خير. غيرت. ايوه البس اصفر. ها البس اصفر. هذا شنو؟ طيب هذا اقرب شيء لقيته. لا هذا شاي كرك. معلش اصفر وانغسل بدواء غسيل. البس اصفر انا اقول لك. ما عندي اصفر مشكله، لون لون. نلبس علاقي زي البارح، ربي يتعدل الوضع. والله لعبت البارح علاقي تبات كلها الليل كله ما شاء الله. طيب البس علاقي يلا. نلبس علاقي يا عيال، ربي الوضع يتعدل والله. يلا والله ما معنى العلاقي لين الله يفرجها. والله لو تغير تلبس الدولاب كله. تغيرت بقردن وفخوها. ليش 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 ذا علي؟ ولا أدري. أرحب يا إيفي. الله يبيض وجهك يا أسد وافي ومجمل. تعال الحكم تعال. أرحب يا برق. يلا قوم نفذ الحكم. تعال تعال باقي الفاصل، خلي فرحانة باقي الفاصل يا عيال. تكفون نبغى الجولة يا ولد. شيلوا يا عيال تكفون، شيلوا يا عيال دخيلكم، أبغى الجولة يا عيال، أبغى الجولة دخيلكم، شيلوا وأصعقوا في العريفة. العريفة وينهم؟ دقوا على العريفة. أرحب اللي طبيت ما خلي يجمع في قروش. أرحب يا ميم. وبنشغل لكم أغاني حقت اليهود هذه، يا رب يقرأ الوضع. قال جولة صح صح، قال جولة، أنت قلت جولة طيب صح؟ أنا فزت قبلها ما حكمت، كنت دحين فزت دحين فاصلة. يلا أوكي. وعليكم السلام. تفتيش يا عيال مع بعض. يا اخي مشكلة اني ما اعرف اغاني انا حقت الحماسات. اقول خلى الاغاني حقت اليهود تقعد للجن. فين فين يا عيال؟ كبشوا يا عيال دخيلكم. اسمع ابشر يا اسد عاشتك مقبلة ومن حد ارجفني احبك ابشر يا اسد عاشتك مقبلة ومن حد ارجفني يا اخي احبك تربل تربل. ارحب يا فارس، لا تخلون احد الحالة مع بعض. الحمد على واحد ثقيل عند ما عريشة. ونحيك يا اللي طبيت ترحب. ونحيك يا اللي طبيت ترحب.
ارحب يا ابو خالد، ارحب يا عطيب المظاليم، ارحب ارحب يا راس الحية. اي ام جي فارس اسمى نزار بنت عبد الله. البيت هذا في الصميم يا ساس، اسمعي والله يا جنبي جعل تغير فيه مع زيدي. انتبهوا من الجرحى الله يستر. ارحب يا راس الحية، ارحب يا ابو خالد الله يجعلها ترحب يا روحي. ارحب ارحب يا طارق، والله اللي مرحبا والله اللي مقربا. ارحب يا روح روحي ارحب. مين اللي كاتم الصوت يا جاكو؟ مين؟ الله يكثر خيرك يا راس الحية، الله يجعل الاثنين جابوك للجنة. طارق ارحب يا ارحب يا جوي، ارحب يا روح اخوك ونبضه. اي ام جي لبى والله شحمة اذنك. فارس لبى والله ابوك. اسمع، لان الله يجعلني دفعنه صدقه. نزار بنت عبد الله ضيانة مكبسين اخو ثامر. يا ولد هلا، شو معك تحت حكايه جرباء يا اخي؟ والله الجربه اللي سعيد ايش حكامك؟ الحكم الاول ارحب يا امودي. الحكم الاول حكم المجنونه. شنو الحكم هذا؟ جوله كامله كل ما اقول لك يا تاج. بسم الله، هذا حكم المصروعه اسمه. لا ما نفذ الحكام دي، اعطيني احكام زي الناس. الحكم يلا الثاني خلطه من ثلاثة مكونات انا اخترتها تصبغين بها وجهي. لا هذه ثلاثة هذه حكمين في حكم واحد. خلطتين خلطه تحطينها في وجهك. انا اخسر الخلطه واحطها في وجهي، هذا حكمين. ممتاز. ثلاث حبات ثوم تلزقينها جوله كامله. ما في عندك؟ ما عندك انا اعطيك الحكم وانت تصرفي. ما في ما في ما في اشياء مطبخ، لا تعطيني هي. ليش؟ انا ما اطبخ. ليش ليش انا ما اطبخ؟ دخلوها. الحكم الاول اقطعي السماعه تحت الميكروفون. ايش؟ اقطعي السماعه من تحت الميكروفون. حلو. الحكم الثالث. الحكم الثالث نلعب انا وانت اكس او في وجهك لين تفوزين علي. انت اذا فزتي خلاص انتهى الحكم. بسم الله خرعت. الحكم الاول ايش؟ تقطعين السماعه. الحكم الثاني اكس او. الحكم الثالث. الحكم الثاني اكس او. الحكم الثالث تغرغرين بمويه وفيري. ما غرغر بمويه وفيري، غرغري بمويه وملح. يلا مويه وملح. اوكي صب الملح قدامنا. تم 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 ابشر. سبحان الله الحين طلع عندها مطبخ. الله اكبر عليها. يا عيال يا ويلها من الله دقت هاينين. شو اسوي؟ خلوها ان كان معاها ضغط خلوه يرتفع. جعلك لمن يبقى الان. جعلك بس لاحق ولا ما حق انا فوق مثل احد. ثواني. اوه هي
يعني شوفوه، يعني شوفوه هذا ذهب من كوربريتر مدري شو اسمه، يعني شوفوه. الله يصلحك بس الله يصلح. اقول لك يا 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 بنت، ها مطبخك هذا بكم خدتي؟ اذكر الله حق لا اله الا الله ذل. اذكر الله ايوه هنا في دع عينك، ايوه من عينها من اللخلخه. و تمغطي تمغطي، ايوه يوه جبت كمون. دخلوها. لا نعم بس هذا هذا صاج ترى، ما هو ما هو ألمنيوم يا عيال، هذا صاج. ايش في الصاج؟ المطبخ حقك صاج ولا ألمنيوم؟ ألمنيوم. اكو اجل صاج احسن. طيب كيف اجيب المويه هناك؟ دقيقه. ها قاعد تشوف الملح وين هو؟ هذه المويه. بس 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 هيا حطي 5 ملاعق ملح. دقيقه نقص المويه دقيقه. والغلاية هوي شغالة معك قروش زايدة قرشة وظهرك؟ ايش؟ ليش الغلاية مشبوكة في الفيش؟ طفي الغلاية مقفلة. حتى الفيش مجرد ما انه مشبوك فالجدار ترى يسحب قروش. ما يسحب شيء. هاي القمي. هذه ملعقة. اوكي خلاص؟ باقي 4 وحطي خليه خلاص خلاص يجي. يا تاج والله العظيم انت كفو احكام. لا تخل... لا طيب انت... اوكي قول اقسم بجلال الله انك حددت 4. انا ورب سمعت الكعبه اللي قلت لك 5. هاي. انا سمعت مويه وملح. ترى ما قلنا، ترى ما قلنا لك اوه ترى هذا سكر ما هو ملح، ترى قاعد امشي لك والله العظيم. ورب الكعبه وقسم بجلال الله وغلاوه امي انه ملح. ها بقول لك شيء دقيقه يا رب. ها تقرا اقرا ايش هذا؟ عادي انا اجيب لك علبه اكتب عليها عسل واللي جوته زيت. انا مجهزتها عشانك شغال اللي كتبه كل هذا والله هنا. يما منك. منك يلا خلاص باقي 3 ملاعق يلا. والله المفروض اني احط سكر بس يلا. عشان كذا انا اقول لك انت كفو احكام لا تلخلخينها في اخر شيء. هذه ملعقتين باقي باقي زيدي. هيا خلطيها خلطيها يا ولد، حتى الفنجال حقها من الطبقة المخملية. انت ما تعرفين فناجيل بادريك؟ لا فناجيل بادريك هذه حقت الطبقة هالكادحة. ها يلا غرغري غرغري. دقيقة بادريق يا عيال هذا اكثر شيء يعني جلدي ذاق منه، مره ينضرب الفنجال في راسي، مره في ظهري، مره في ايش قال الله ولا كان ينكسر. الله اكبر عليه ذاك الفنجال ما كان ينكسر يا ولد، يطيح فوق البلاط بينج 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 من المطبخ لين البلكونه وبينج بينج ما ينكسر. يلا اخ لعن الله وجه العدو. غرغر يا حلا غرغر يا قول. طبعا اول مره اشوف واحد يغرغر. اخ والله ترى ملح والله مره قويه. ما حد يقدر يختار الحكم دي يلا نفدي. يلا باقي لك غرغورتين. يلا باقي لك غرغورتين يلا. والله الضغط ارتفع. ليت اشكل على المقابر يا كثرها.
لفلي. لا لفلي. لو يفوز عليك يا جماعة بس تطلبين جوتر ما خلاص ما بلعب ما بلعب طلعوا الداعمين اللي عندي على وجهك يا مروحة تتنخمتي ما تغرغر خلوف خلاص يا مروحة الضغط ارتفع لو سمحت يا سعيد الضغط ارتفع عندها يا عيال الضغط خلاص يكفي صح؟ خلاص يلا يلا تعال ناخذ حقي وروح اقول لك طلعوا الداعمين اللي عندي من هم مالك صلاح دي بعليك ولا منهم مالي صلاح نفذ اكبر اخر جوله يا عيال شكلكم مره لم فازت لتوطي في قصه يا جماعه الجوله مطبخك من وين اشتريته من الصيدليه حبيبي يعني مطبخ من فين بشتري اكيد من محل مطابخ يعني قرب الكاميرا يا تاج بالله ايه راح اقرب لاني كنت في المطبخ صبر سبحان الله كل جبن ها من انتي ميدة يلا يا جماعة تكبيس من انتي ميدة جولة ولا جولتين انا هرجك من انتي ميدة ذا الحين جولة ولا جولتين ما عيني اعلمك انت تعلميني من انت ميده انا ايوه جلد الذات عندها معلش نتخفى جلد الذات عندها مستوى عالي مره كيلو لحمك ني اذكر الله ما لا تزغد تزغد المروحه ما تزغد بسم الله علي ما عينهم بك والله الجن والشياطين حتى العين تجي لين عندك تطلع فيك اكو ما تخلي عشان كذا ترسل لي وتتحدى معاي نقول ما في بنتي شكوى لله ارحب يا نور يا جماعه تكبيس شير 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 يا ولد فين راح ال يا عيال الموضوع حقي وين هو؟ تكبيس يا جماعة تكبيس أهلا بالعيد قاعدنا للجن يا عيال طيب تريبل يا عيال تريبل الكومنت من أول يطلبون أغنية أبشروا أرحبي يا وتين أرحبي يا بنت رفعي عينك اصبر الحين انت متكلمين في الجوال تعالي ايش دخلك تخسي والله اني اكلم ماما تخسي انا مو انا اللي اقول تعالي يلا دق على مك سمعيني صوتها اقول سعيد الحين ايش تسلم عليك اي محارمنا اجلي زي خالتي لا لا ما طلع صوت امي في البث خير يا اخي انت باقي لك شويه واقول لك يا جده ترى طيب وانت شوي واقول لك شوي اقول لك يا جدي ولا كلمه المشكلة ما عندي شيء اضربه نفخوها لانت نفخوك مد النظر يا نفخوك يا رب قول امين مالت عليك
انت عندك اللي تكلم صالحة، روح كلمها. مسويت غار علي يا حبيبي، تعال ادعمني. يلا غار عليك ليش يا محور الكون؟ يا اخر حبة، يا حبة البنادول، يا طيب. حبة الروفيناك انت. يا انا الاكسجين، ليش؟ انا الاكسجين، انا الاكسجين. انت اكسجين والله، اكسجين. طيب ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ فكينا من اللسلس، لا تشيرين. انا عبيب الدعم اللي عندي رب الكعبة ورب الايمان اني انا من النوع اللي ما اشير. حتى فرعون قال ربكم الاعلى، ما حد صدقه ترى. كل تمام. هي الحين ليش لابسه سماعتين؟ والله من جد ليش؟ انت من انت مديم تقولين كل تبن؟ من جد ليش لابسه سماعتين؟ الحين من انت، من انت يوم تقولينه؟ من انت ميد؟ انا ليش لابسه سماعتين يا جماعه؟ ما اقول لك عقلك بهو ميله، ما تصدقي عقلك والله ما هو قرن. اليوم انت ما انت طبيعيه. هذه الثانيه تراك قلتي قبل شويه كل طاط، هذه الثانيه. الثالثه تراني بفطل لها وباخذ بها حق ودي. الحكم الاول يما خفت. جولتين قال يوم يما حول الجوله هيا قامت تنشف في مخايطها. انت الحين ايش تبي؟ مين اكلم ولا ما اكلم؟ الموضوع ترى غلقناه لنا سنتين خلاص. لا مو سنتين، باقي تلجول الاولى. خلاص يا ماما الموضوع غلقناه تلجول الاولى. والله ضغطي مرتفع. اللي بعده احب هروين اخو ثامر. ايش فيك؟ وش اسمه؟ خلاص هذا اسم حق مخدرات. ارحب جاكو. تكبيس يا جماعه، طلع حارتك فوق قنبري. بالله يقول طلع حارتك فوق قنبري. طلع معلش تخطي. طلع حارتك فوق قنبري يا علي. ادري ادري يا ليدر ادري. انفقعت كبدها والله العظيم. والله مو كبدي، المعدة حقي. الله أكبر. يا أخي الكيوت تسوي كذا، مو تسوي كذا. الحين عندنا الشباب الكيوت الكيوت. صدق والله. فالفلولة يا حبيبي. لا وتلقاه خضرا. ترى مرة اوفر ضحك، شكلك كنت تسوينها زمان وتذكرتي موقف. صح صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الله يقلبك. ليه؟ صح ولا لا؟ شنو؟ تذكرتي موقف قد سويتي زيه صح؟ لا ما سوي انا. ارحب يا جوكو. تربل يا عيال، تربل دخيل امكم، تربل. هيك يا جوكو هيك. تربل يا عيال. جد وع. يا جماعة تبسكر ولا شيء؟ حب يا ام جي ولا شيء؟ يلا فزنا عليك بسكر. ارحب يا ساسا. ارحب يا روحي ارحب. الله يديمك. ندوش الشريف الحكم الاول. انا احس اني جاية. ابغاك تطلب لي 3 همبرجر و2 بيبسي. بتاكل الحارة كلها؟ ما عليك مني. 2 برجر وثلاثة بيبسي. ان شاء الله افتح الهمبرجر واخذ اللحم وارمي للبساس. ما علي ولا برم. والله برم انت. هيا
اترفع اصبع اعطي على شحم هاي عرض هاي هاي خذيها بشحمتها وخرمي هاي اخرم من جد والله ليه الحكم الثاني ليه الحكم الثاني تدخلين تشتري لي 5 بطايق نون كل بطاقه ب 100 ريال اسوي عليها سحوبات يلا لا تحندرين لا تحندرين فيه لا خزوق عينك تدري ما قد اشتريت بطايق ما علي منك انا ايش ابغى بطايق نون ابو 100 عشان اسوي بها سحب في السناب يلا كم بطاقه 5 كل بطاقه ب 100 ريال والله ان في احلامك كلها فلوس فلوس ما في عينك على السكورة اللي نزلت لي ما في باقي ما سحبتها الله يجعلها تغبيب لأن الله يجعل والله لا تموتي تخلينا قروش وراك كلمة روحة ما هلا تكنزي لمن تكنزي يا بقعة أبا سافر وين تسافرين أوروبا يعني داخليا يعني ولا برا برا فين بتفلحين ما شاء الله سويسرا سويسرا هذه اللي عندهم صور حق سطح المكتب اي هذه هي لا يا ريم حبيبي انت حب حبه الركض الحكم الاول اطلبي لهم برجر الحكم الثاني تمسحين المكياج اللي في وجهك الحكم الثاني اقطعي السماعة تحت الميكروفون الحكم الثالث الأول همبرجر الثاني امسح المكياج الثالث السماعة ما استخدم المكياج الرابع ها ها أبغى أقول لها ما نفذ حق المكياج قلت ما استخدم مكياج لازم أنام أنا خلاص كيف عرفت أنها كذبة قال أبد تنبلع أبد تندر لازم أروح أنام أنا هيا أعطني أحكام ثالث الحكم الثالث الحكم الثالث يا طولة العمر والسلامة خلاص دامك بتنقلعين ترقدين تنقلعين سولف عدل لا أغسلي وجهك قدامنا تكلم عدل هيا اعطيني حكم ثالث اخلص قوم انقلعي غسلي وجهك يا اخي اعطيني خلاص يلا الحكم الرابع تقلعين 3 من اظافرك يلا ما ينقلع ما بقصص الاظافر قصص الاظافر يا اخي انت بتوريني أص ولا كلمة أنت غريتيها بغرق زاز أنا أمريكي ذكاء أصدق والله طيب اسمع أنا بعطيك حكم اعتمدناها اليوم كيف الذمة والضمير عندك ولا لا ذمة ولا ضمير واسع الحمد لله يعني ما تشيلين شيء في ذمتك وسخة ما شيل شيء. هذا لا ما ينفع الحكم هذا. ليه؟ بغيت أقول لك قومي جيبي الشنطة حقتك اللي تشيلينها في يدك وطلعينا محتوياتها نبغى نشوف إيش فيها. إيش محتوياتها؟ البوك حقي وفي بطايقي وبس. أنا أبغى أشوف كل حاجة فيها. ولكن تعاهديني بالله تقول أعاهدك بالله للشنطة لا أشيلها وأجيبها قدامك ما أطلع منها ولا شيء. يلا. تعالي عاهديني اول خلاص عاهدك بروحي عاهدك بالله يا الشنطه لا اخذ ولا اجيب الشنطه قدامك واي شنطه الشنطه اللي في فاضيه واللي فيها البوك حقي الشنطه اللي فيها اغراض طبعا وش الفائده من الحكم شنطه فاضيه ليش تنظروا عينك البشيري لب ابوك الله يديمك يعني تبغى توري ترى انا عندي شنطتين ترى انا عندي شنط كثير والله مكذبه تعرفون الفشار يعني الفشار عندنا في الديره يعني المهايطي هاي هذه ما احبها فكذب هذه فطيرة جبنة هذه ولا شنطة ولا شنطة
فيها شيء؟ لا دقيقة دقيقة، مو هذه اللي طلعت اليوم، نسيت. يعني شوفوا يعني شا ما أقول لكم مهايطية، ما أقول لكم فشارة، يعني شوفوا ترى عندي شنط أنا أضيع من كثرتها، أضيع من كثرة الشنط، يعني شنطة كذي أضيع، ما أدري يا لله. والله استغرب من حقين الماركات. يلا بسم الله نشوف المحتويات. يلا احب العلوم. اول شيء مفتاح سيارتي اشوف اخو ثامر مرسميدس صح؟ ما اقول عليك الغضب معهم مرسميدس يا عيال. الحكم آه. الثاني مفتاح الحكم الثاني حق البيت. ما اقول لكم عقلها بهو ميله. طيب خلاص لازم انام يا سعيد والله خلاص. تات كملي. خلاص الشيء الثالث البوك حقي بس. اشوف الشنطه ما في شيء. افتحي جبنه ابوك عندي شو اسمه المحفظه بطايقي فلوس. اخو ثامر معها بطاقه ذهبيه يا عيال. يا اخي اذكر الله يا اخي يا اخي اذكر الله يا اخي. بالله وتلفت تشتغلين؟ والله ما اشتغل. يا قوطة اذا انك في البث بكره نروح السوق نشوف لنا فنايل صفراء. كذي والله ما ينفع علقي ما عاد ينفع لازم نصفر. بعدين فين شفت البطاقة؟ الله اكبر عليك. نبصر نبصر. الله اكبر عليك. عندي فعلة رد ترى سريعة والله.